متعودين نشوف فقرة تتكلموا بننزل كاميرا ومايكروفون مساء القاهرة لأي شارع من شوارع جمهورية مصر العربية، وبنسيب الناس تتكلم وتقول كل اللي في قلبها من غير أي مونتاج. تعالوا نشوف النهاردة الناس قالوا ايه. هنتكلم انا وانت والله العظيم، يلا بس يلا. البلد جميلة والله مش وحشة، بس احنا بقى عندنا صبر شوية ونصبر مع الراجل سيسي، برضو راجل محترم والبلد كلها بتحبه وبيعمل حاجات كتيرة. مش مهم ان هو لازم ينزل يدي كل واحد فلوس في ايده، بس احنا نساعده ونحط ايدينا معاه، نخلي بالنا من بعضينا ونحافظ على بعضينا ونحافظ على البلد. مفيش رقابة على البياعين، سخانات، تجارة، اي حاجة، اي اكل شرب، مفيش رقابة، كله بيبيع بمزاجه. يا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا مساس في رغيف العيش ولا السلع التموينية أيضا ولا السلع الغذائية، وربنا يبارك فيك ويخليك ويبارك فيك، لأن احنا عندنا 5 دول بتاكل عندنا في ملدأ في مصر. عشان أنا موظف أصلا، عشان بخش أرحب بمرتبي ولا مرتب ناقص كل كتير، وهنزل عشان أجيب الأسعار غريبة، وأنا باخد دواء تعمل 20 جنيه، أروح التأمين الصحي ماليش الدواء ده، بيقول لي لفة 20 لفة. هل عاوز أنا حد في حالة مشكلة التأمين الصحي للمواطنين؟ من السادة المسؤولين ان يعني يهتموا بالناس اللي هم معدومة الدخل مش محدود الدخل، معدومة الدخل الناس اللي شغالة يوم بيوم، يعني الناس اللي لو اشتغلت هتاكل، ما اشتغلتش مش هتاكل، في ناس كتير مش لاقي شغل. الشعب دوت تعبان جدا، الفلوس ما بقاش زي الاول، لو حتى معاك 1000 جنيه ما بتقعدش معاك اكنها 100 جنيه، المدارس جاية والعيد جاي، كل ده غلى، اللحمة، الخضار، كل حاجة، ده اللي عايز اتكلم فيه. ويا ريت بس يرخصوا لنا الاسعار شوية. بقول للسادة النواب اللي احنا انتخبناهم ولنصنا ما انتخبهمش اساسا، احنا متشكرين ليكم ان انتوا عايزين تاخدوا من جيوبنا اللي هي مكفيانا بالعافيه. نحن نحمد ربنا ان احنا عايشين في بلد عارفين نتكلم فيها ونعيش فيها وناكل فيها ونشرب فيها، شيء جميل خالص ان احنا عارفين نعيش. انا عايش في الشارع ده في 2011 كان موت، الناس مش عارفه تنزل في الشارع، احنا نحمد ربنا ان احنا عايشين اساسا. عايزين الحاجه تبقى كويسه، اللحمه ترخص عشان العيد اللي جاي والاطفال الصغيره تعيش، والايجار يرخص، الايجار بتاع القانون الجديد يتلغي، لان الايجار ده خلى الشباب كلها بتتجوز سنه، وبعد السنه كل واحد الشاب بيروح عند امه والبنت بترجع عند اهلها تاني معاها عيل معاها اتنين. اتمنى ان اصحاب المؤهلات العليا بالذات ياخدوا حقهم بدون النظر الى اي معيار اخر، بمعنى ان يجب اصحاب الكفاءات يقدموا عن أصحاب بين قوسين ومش هكمل. هنتكلم أنا وأنت والله العظيم، يلا بس يلا.